ذكرت اليوم جريدة الوطن من أن المسمات نعيمة صالحة هي تي كونفوكي وانتوندي ست سمين بار الجندرمي ناسيونال دون لكادر لا بلانت دون تل في لوبجي بور بروبو برو اينو اي, اي راسيست الى اخره أن المسمات نعيمة صالحي تم الاستماع إليها هذا الأسبوع من طرف الدرك الوطني وهذا في إطار التحقيق في ما أقوالها أقوال والعنصرية التي كانت ترددها والحقيقة أنها ك... نعم منذ الإطاحة بتوفيق وحتى قبل شوية لكن منذ الإطاحة بوتفليقة وأصبحت هي اللي كانت كلفت أيام القايد صالح بنشر العنصرية والكراهية واستعمال كلمات زواف وأنا لا أريد أن أتحدث عليها صراحة هي كما يقول أمتي ديتاي يعني هي وكم وكم مهمل يعني لكن الفكره هنا هو انها خدمتهم وكانت تنفذ ما كان يملى عليها في حتى فيديو مره وهي تتكلم كانت تهاجم في انا فيه شخصيا وانا اتحدث الان والله ليس لانها هاجمتني طول الوقت لا لا هذا لا يعنيني انا انا كان كثير من الناس احسنت اليهم فكما يقول الشاعر أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني وفي شعر آخر يقول أعلمه الشعر دون كل يوم فلما قال قافية هجاني أنا فيه ناس اللي عبر السنوات هذه ولا أقول هذا هنا لا افتخارا ولا لأن هذا دوري وهو أن أدعم الأحرار وأدعم الناس اللي تقاوم وأدعم لكن من حين لآخر في كل خمسة عشرة أحرار يظهر واحد أو تظهر واحدة من الذين قال فيهم الشاعر إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيمة تمرد يعني يظهر لئيم أو لئيمة من اللي تكون قدمت لهم خدمات وعاونتهم وساعدتهم وقفت معاهم ودرت لهم أشياء كثيرة في سبيل الله من أجل تحرير الوطن فيهاجمونك لأنهم يحبون يتقربوا من جهات أخرى فأنا فما بالك أن واحدة مثل هذه كانت مهمتها هي التهجم على الأحرار وكنت أنا واحد منهم يعني مش فقط على الأحرار كانت تتهجم على منطقة بأكملها وصلت إلى درجة مرة تقول لو كان بنتي تتكلم القبيلية نقتلها على سبيل المثال مع أن هذه القبيلية هي لغة إخوانها يعني لما نتكلموهاش حنا إخواننا يتكلموها فهي تصبح لغتنا مثل العربية إذا ما يتكلمهاش واحد منهم تصبح لغته لأنها لغة إخوانه شركاء في الوطن اخوانه في الدين اخوانه في الوطن الا مش حتى ده مسلم هكذا تبنى الاوطان والدول بالتوحد بالجمع وما هو مختلف يصبح اثراء وليس خلاف وليس تصادم التنوع يصبح تكامل وليس اقصاء وعنصريه فهذه كانت من ضمن ممكن 15 20 شخص اعطيت لهم مهمه شيطانه رهيبه لمنطقه القبيل ولكل الاحرار هاي الان يجرجروا فيها على مراكز الدرك وعلى الارجح سيسجنونها ربما تدخلي هذا راح يشفع لها شويه تقول لهم شفتوا حتى فلان تكلم عليا وانا اللي كنت نخدم فيكم وانا فربما ربما يخفوا ما يدخلوهاش للسجن لكن بكل تأكيد ستبقى ممقوتة ولن يسمحوا لها مرة أخرى بأي مسؤولية لأنها أصبحت بالنسبة لهم فاردو كما يقال أصبحت مشكلة هذا ينطبق عليها وعلى كل السفهاء من كبار الذباب اللي استعملهم القيد صالح واستعملهم جناح القيد صالح لشيطنة الأحرار ولشيطنة منطقة القبائل سيدفعونهم سيدفعونهم الثمن لان الجناح سقط وجاء جناح اخر الجناح الاخر سيكلف ذباب اخرين الان حتى ربما تظهر لكم ذباب اخرى جديد ذباب جديد يظهر لكم الان لشيطنتنا الان هما عندهم شيطنه رشاد وشيطنه فلان وفلان وفلان يعني اصبحت من اكثر من بسم الله الرحمن الرحيم ال العسكر يعتبرون كل من يكون معهم تابع، ذنب وفي أفضل الحالات، في أفضل الحالات إذا ما دسوش بال بالرونجيرس يتعاملوا معك كما الكلينيكس تمسح به فمك أو أنفك وترميه لكن الكلينكس ورقة، هؤلاء سيدفعون الثمن وهذه ستدفع الثمن حتى وإن قلت ربما تدخلي هذا اليوم راح يخفف عليها الضغط شوية لأنهم بالنسبة لهم ماذا بيهم ما يديروش حاجة لما نتكلم عليها وإن كان مرات يضطرون اضطرارا ولعلكم تابعتم ذلك